السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. تعيش اليمن أزمة اقتصادية بمستويات مختلفة منذ عقود، وقد كان فساد النظام السياسي الحاكم وندرة الموارد سببان أساسيان في تدهور الوضع الاقتصادي للجمهورية الحديثة المحاطة بالملكيات المستقرة والغنية بالنفط. وكانت الأزمة الاقتصادية واحدة من أسباب قيام ثورة فبراير في العام 2011. منذ العام 2014 تعيش اليمن حلقة جديدة من الأزمة الاقتصادية، يمكن تحديد تاريخ بدايتها بتاريخ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء بالقوة والبدء بتجريف مؤسسات الدولة لصالح مشروعهم الطائفي، وما تلاه من حروب وأحداث تقع على رأسها عملية إفراغ البنك المركزي من احتياطي النقد الأجنبي ثم الانقسام النقدي. إذن كيف تستخدم ميليشيا الحوثي الاقتصاد كأداة حرب ضد اليمنيين، وما هي الحلول الممكنة لمواجهة الحرب الاقتصادية أو التخفيف من آثارها؟ نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات مع الضيوف بعد أن نتابع سويا مشاهدين هذا التقرير. بعد التوقف الجزئي للعمليات العسكرية في اليمن بفضل الهدنة الأممية التي بدأت في إبريل 2022، بدأ الحوثيون بممارسة حرب جديدة على المستوى الاقتصادي. تتمثل هذه الحرب في مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد وإثارة الاضطرابات في البلاد. بحسب خبراء، فقد أدى النزاع في البلاد إلى تدمير الاقتصاد بشكل كبير، حيث تسبب في توقف التجارة والإنتاج وتفاقم الفقر والجوع وسوء التغذية، كما تسبب حصار التحالف السعودي الإماراتي بتقييد تدفق السلع الأساسية إلى البلاد وارتفاع أسعارها لمدة طويلة. في العام 2017 قامت الحكومة الشرعية بطبع كميات جديدة من العملة، غير أن الحوثيين منعوا تداولها في مناطق سيطرتهم، الأمر الذي تسبب بانقسام نقدي في البلاد وأحدث مشكلة في سعر الصرف. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يتم تداول العملة القديمة بسعر أعلى من سعر العملة الجديدة المتداولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، لدرجة وصل فيها الريال القديم إلى 3 أضعاف قيمة الريال الجديد. بحسب مراقبين، فإن الحوثيين يتلاعبون بالعملة المحلية وعمليات صرفها وتحويلها من خارج مناطق سيطرتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المتداولة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، فيما تحتفظ العملة المتداولة في مناطق الحوثيين بقيمتها بسبب توقف عجلة دورانها بعد قطع الحوثيين لمرتبات موظفي الدولة، حيث يعيش غالبية السكان على مساعدات الأمم المتحدة أو حوالات المغتربين. الإجراءات الجديدة التي نفذتها ميليشيا الحوثي باتت توصف بالحرب الاقتصادية، وشملت هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، ما أدى إلى توقف تصديره، ومنع الحوثيون مرور البضائع من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، كما فرضوا ضرائب ورسوما عالية على البضائع التي تدخل مناطق سيطرتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى استيرادهم الغاز من الخارج بدلا من الغاز المنتج محليا من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي. سينضم إلينا الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، وينضم إلينا الدكتور محمد الكسادي أستاذ العلوم المالية والمصرفية. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ مع الدكتور محمد. دكتور محمد مرحبا بك ومساء الخير. مرحبا فيكم ومشاهدي قناة بلقيس من المكلا. أهلا بك دكتور. وفي البداية لو نتحدث عن الآليات التي يمكن من خلالها استقرار سعر صرف العملة اليمنية، هل من آليات برأيك يعني تكون ناجعة لحل هذه المشكلة؟ بالنسبة للآليات اللي مقترحة، نحن تقريبا اقترحنا على البنك المركزي أن يقف عملية المزادات، هذا كان أحد الاقتراحات، ولم يلتزم بها البنك المركزي وعاد المزاد مرة أخرى، وبالتالي تمت الانكتاكة بعد إيقاف المزاد شهرين. هذا أحد المقترحات اللي اقترحناها على البنك المركزي. كذلك البنك المركزي المشكلة في عدم أنه فرق كثير الميكرو فاينانس بنك، هذا عندنا 13 بنك، يعني هذا كثير يعني على مستوى الاقتصاد الوطني. ايضا تقريبا يوصل الى 30 اللي تحت التاسيس 17، وهذه كلها اثرت في الازمه الاقتصاديه. بالاضافه نحن الان لموجود الاليه الجديده على اساس كنا نحل المشكله عن طريق
إعادة تصدير النفط. الآن إعادة تصدير النفط هي تعتبر هي الآلية الناجعة لحل هذه المشاكل الاقتصادية اللي نعيشها الآن في الوقت الحالي، لأن لا الودائع السعودية تكفي ولا المساعدات الخارجية، وبالتالي نحن نحتاج إلى إعادة تصدير النفط والغاز، وبالتالي هذا يعتبر هو الحل الأنجع للخروج من المأزق اللي يعيشها الاقتصاد الوطني. ايضا اعتبر دور لعب الدور السياسي او التسويه السياسيه، اعتقد هذا يعتبر ايضا من الحلول الناجعه اللي ممكن تحل الازمه الاقتصاديه اللي تجي. طيب دكتور تكرم بالبقاء معي، اذهب لضيفي السيد وفيق صالح صحفي مختص في الاقتصاد. سيد وفيق مرحبا بك ومساء الخير. مرحبا بك وبالشاهد المشاهدين. أهلا بك. في البداية سيد وفيق، لو تحدثنا عن آثار أو أبرز آثار الحرب الاقتصادية على الاقتصاد اليمني، ما شهده الاقتصاد من عام 2014 وحتى اليوم. في الحقيقة هناك قضايا وآثار وتداعيات كبيرة للحرب التي اندلعت في 2014 عقب اجتياح ميليشيا الحوثي لمحافظة عمران ثم العاصمة صنعاء. التداعيات الكبيرة، أبرز هذه التداعيات هو التشدد المؤسسات العامة في البلاد، الانقسام النقدي في العملة الوطنية، نهب الموارد المحلية، حرمان أكثر من مليون موظف من الرواتب للعام الثامن على التوالي، اتساع رقعة الفقر والمجاعة والبطالة بين أوساط السكان، ارتفاع منسوب التضخم إلى أكثر من 50%، أيضا حرمان الخزينة العامة للدولة من موارد النفط الأجنبي من صادرات النفط وصادرات الغاز المتوقفة منذ بدء الحرب في 2015. يعني هناك تداعيات كبيرة على وتكلفة باهظة على الاقتصاد الوطني، تم حرمانه من المئات أو عشرات المليارات من الدولارات خلال هذه السنوات، إضافة إلى ما ألحقته من آثار اجتماعية على السكان من خلال تدهور الوضع المعيشي، ارتفاع منسوب التضخم، عجز المواطنين عن تلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية من العيش. في ظل هذه الآثار التي ألحقت بكافة القطاعات الاقتصادية في البلاد. نعم. طيب فيما يتعلق باختلاف أسعار الصرف ما بين العملة القديمة والتي هي يعني عملة متعامل بها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والعملة الجديدة، كيف أثر هذا الاختلاف؟ في الحقيقة لو تلاحظ خلال العامين الأولين من الحرب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لم تظهر بشكل ملحوظ على السكان في مختلف المحافظات. منذ أن شرعت ميليشيا الحوثي بحظر الطبعة الجديدة وكررت عملية الانقسام النقدي، هنا بدأت الحرب الاقتصادية تأخذ منحنى آخر وتؤثر بشكل بالغ على مختلف المواطنين في مختلف المحافظات. أدت إلى حرمان فئات كثيرة من الموظفين في صنعاء من الحصول على رواتب من الحكومة الشرعية، أيضا عملت على عجز المواطنين في المحافظات المحررة من إرسال حوالات مالية إلى أهاليهم في المحافظات التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي. كل أيضا الأثر السلبي الأكبر هو تشدد العملة الوطنية، هذا الذي سيحتاج إلى سنوات وسنوات من العمل لإعادة التعافي للعملة الوطنية في ظل الآثار التي لحقت بها جراء عملية الانقسام وعملية الحظر التي أصابت الأوراق الجديدة من العملة الوطنية في مناطق الحوثيين. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد وفيق، وأعود للدكتور محمد. دكتور محمد، هو كيف يمكن فيما يتعلق بالمشكلة التي تؤرق المواطنين، هي مسألة اختلاف العملة ما بين مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وما بين الشرعية، كيف يمكن حل مشكلة هذا الاختلاف الحاصل في سعر العملة؟ بالنسبه للاختلاف هذا اثر كثير حتى في العماله انتقالها من مناطق الشمال لمناطق الجنوب، وهذا اثر على اخواننا يعني في مناطق الشمال بحيث قله العماله الموجوده
في المناطق الجنوبيه بسبب حكم سعر الصرف وانخفاض العمله الموجوده المتداوله البنك نوت المتداوله في المناطق المحرره. وبالتالي هذا اثر كثير على اخواننا في مناطق الشمال. واعتقد ان الاثر هذا انعكس اجتماعيا وايضا على الاسر في مناطق الشمال انعكس. وبالتالي كيف نحل هذه المشكله او المعضله؟ هو في ايجاد سلطه نقديه واحده بين مناطق الشمال والجنوب. هذا مجل السلطه النقديه اللي كان يصلي الى حل سياسي، وتقريبا ما كان في حل سياسي كان بوادر في انفراج الازمه السياسيه في خارطه الطريق التي وضعتها المتحده، لكن بسبب الاحداث اللي في غزه والاحداث اللي كان بها الحوثي في البحر الاحمر وباب المندب، ثم محاوله ارسال صواريخ من فوق ميناء عدن او هذا وتهديد الملاحه الدوليه، برغم ان المجتمع الدولي يسمح ان التفتيش عمليات التفتيش تتم في ميناء عدن، وفوق هذا الحوثي يحاول هو تدمير الاقتصاد الوطني وليس الشرعيه. ولذلك كل الامن الاقتصادي اللي يعيشه الشعب اليمني من اسبابه ومن تأزيمه هو الحوثي، يتسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي سواء في المناطق الشمال او في المناطق الجنوبيه، هو السبب الاساسي وهو اللي عامل المشاكل داخل الوطن وعامل حتى المشكله الثانيه. حتى عكس لك ان هذا ان الحوثي ما يقبل البنك نوت اللي موجود في المناطق الجنوب او المناطق المحرره الى المناطق المحتله الى مناطق سيطره الحوثي، وبالتالي يقبل عمله صعبه. نحن نستورد اغلب الخضروات والفواكه والجاز من مناطق سيطره الحوثي، وبالتالي التبادل التجاري ما يقبل بالعمله الوطنيه، وبالتالي يوميا يتم طلب على الدولار والعمله السعوديه تحويلها ليلا الى مناطق مناطق سيطره الحوثي، وبالتالي هذا يؤثر في الطلب على العمله الموجوده في المناطق المحرره، وبالتالي تنهار تأييد العمله. وهذا هو من السبب، يعني السبب من السياسه الحوثي اللي فرضت علينا الحرب الاقتصاديه، سواء كان ايقاف تصدير النفط او سواء كان ارسال الصواريخ او من عدن او من الحديده وتدمير الوضع الاقتصادي المتسبب لاجازه من سياسه الحوثي في الاساءه الانسانيه للعيش. نعم. طيب دكتور، يعني ايضا هناك مشكله ارتفاع عموله الارسال لهذه الحوالات ما بين الشمال والجنوب، برأيك هل هذا الارتفاع يعني منطقيا بناء على المشكلة القائمة، أم أن هناك أيضا حلول بالإمكان القيام بها لجعل رسوم إرسال هذه الحوالات يعني معقولة؟ لا، هو منطقيا بالنسبه للعمله الوطنيه، يعني كانك عمله الان هو يتعامل كانها عملتين، عمله قديمه وعمله جديده بنك نوت. يعني هو كان العمله هذه اللي في المناطق المحرره غير محترمه، وبالتالي هو يطالب بثلاثه اضعاف يعني مقابل التحويل. بعكس ان لو حولت الى السعودي بيقبلها تقريبا اقل، بيقبلها اقل من العمله الوطنيه. وبالتالي هذه حرب واضحه اقتصاديه يعني يمارسها على المحرره الحوثي يعني. ومشكله غياب الشرعيه وعدم اتخاذ اي اجراءات جعل الحوثي يتنازى في الامر، يعني الشرعيه مع الاسف ان البنك المركزي يقف موقف المتجرس على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن المواطنين. نعم. طيب ابقى معي دكتور، واعود لضيفنا الصحفي وفيق صالح. و إذا ما تحدثنا عن أيضا نفس المشكلة، هي مسألة ارتفاع رسوم التحويل ما بين مناطق سيطرة الحوثي ومناطق الشرعية، يعني مبالغ كبيرة جدا إذا ما أراد الشخص تحويل الحوالة من الشمال للجنوب أو العكس، فهل هذا الارتفاع برأيك يعني طبيعي جدا لحجم هذه المشكلة، أم أن هناك حلول لجعل أسعار تعرفة هذه الحوالات معقولة؟ عملية رفع رسوم الحوالات من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين هي أتت بشكل متعمد بفرض من قبل الحوثيين على صرافين القطاع المصرفي هناك بضرورة احتساب عمولة الحوالات كعملتين بين بلدين مختلفتين وليس كعملة واحدة في بلد واحد، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى صعوبة التحويل المالي
بطبعة الريال اليمني بين المحافظات اليمنية. عندما ترتفع عمولة الحوالات بنسبة تصل إلى أكثر من 100% كما هو في حاليا في الوقت الراهن، يلجأ المواطن إلى العزوف عن التحويل بالريال اليمني، ويتم بذلك شراء الريال السعودي والدولار والاستعاضة بها للتحويل إلى مناطق الحوثيين. هنا الحوثيين حققوا هدف من هذا عملية رفع رسوم الحوالات، بمعنى أنهم يسحبون العملة الصعبة، يسحبون الريال السعودي والدولار من مناطق الحكومة إلى مناطقهم عبر منع حوالات الطبعة الجديدة من العملة ورفع رسوم الحوالات بنسبة تفوق أكثر من 100%. وهي بهذه الخطوة ليس لها أي مبررات اقتصادية أو نقدية، وإنما الهدف هو تعميق الأزمة، الهدف تكريس مزيدا من الانفصال الاقتصادي والعمل على تشدي قيمة الريال اليمني ومفاقمة معاناة المواطنين. نعم، طيب ابقى معي، أعود للدكتور محمد. وفيما يتعلق دكتور محمد في شركات الصرافة، إلى أي مدى ساهمت هذه الشركات في تعميق هذه الأزمة؟ بكل تأكيد هي شركات الصرافة فوق حجم الاقتصاد، يعني عندها شركات كثيرة، وقبل شوية أول ما جاءت قلت الآن هذه الشركات تحولت إلى ميكرو فاينانس بنك. لا مش معقول انا افتح يعني البنك التركي، المشكله في المناطق المحرره الان سمح التقرير 12 بنك يعني ميكرو فاينانس، وما تقدر تمشي لا تمويل ولا قروض ولا شيء، وبالتالي هذا تشكل عبء على الاقتصاد الوطني والمعتقد من الاقتصاد، وهي نفسها تمارس محلات الصرافه وهذا تشكل عبء اخر، ولذلك هنا تضارب. مثلا انا بعطيك الان المزاد الاخير على اساس 40 مليون، وبينما المطلوب اللي تقدموا العطاءات 20 عطاء والمقبول 16 والمشاركين 9، وبالتالي كان هناك مطلوب 56 مليون. اذا ما عندي ربيت العطاء بقيت 16 مليون، انا لازم نبعد عنها في السوق السوداء، وبالتالي بيرجع التاجر مع الوضع الراهن. نحن الان مثلا نعاني، يعني تعرف شهر رمضان جاي على الابواب، متطلبات السوق الاستهلاكيه عندنا، يضطر التاجر انه يشتري 16 مليون كاملة من السوق باي سعر او باي ثمن، وبالتالي محلات الصرافة انا اليوم رفعت سعر الصرف الى كم؟ 1616 ويصل الى 1700. نحن الان نتكلم عن كارثة اقتصادية جاية على الموظفين ودون الدخل المحدود، نحن نتكلم على كارثة الكل بيعيشها، حتى في مناطق سيطرة الحوثي بيعيشها، لأن نحن نتأثر وهم يأثروا فينا. لحد الآن الاقتصاد ما زال مشترك، يعني لأن صح العملة منقسمة لكن ما زال الأثر موجود بين مناطق سيطرة الحوثي ومناطق المحررة. ولذلك نحن نقول أن محلات الصرافة مساهمة بشكل كبير في انهيار العملة الوطنية، ولذلك البنك المركزي ما عنده كنترول، ما عنده إشراف مع الأسف الشديد، مع الإدارة الجديدة الفاشلة اللي إدارت البنك الآن 3 سنوات بشكل فاشل واضح، ودين استمرار انهيار العملة الوطنية وعدم ثباتها. لذلك نطالب بتغيير هذه القيادة والبحث عن قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني صراحة. أشكرك الدكتور محمد الكسادي أستاذ العلوم المالية والمصرفية، وأعود هنا بسؤال أخير لضيفي السيد وفيق صالح، وهو فيما يتعلق بجهود الحكومة الشرعية. كيف تقيمون دور هذه الحكومة بالتعامل مع هذه الأزمة؟ هل قدمت كل الممكن؟ وأن المشكلة أكبر من الجهود التي يجب أن تقوم بها، أم أن دورها ما زال ضعيف؟ في الحقيقة الحكومة منذ أن بدأت عملية الانقسام النقدي لم تقدم أي مبادرة، ولم تخطو خطوة واحدة نحو عملية حلحلة هذه الأزمة وإنهاء عملية الانقسام النقدي. اكتفت بالصمت والترد إزاء هذه الأزمة ولم تعمل على إيجاد الحلول ومعالجة هذه المشكلة، وبالتالي نحن الآن ما نشهده من تداعيات وسعر لعملية الانقسام تزهور قيمة الريال اليمني في المحافظات المحررة، يعكس عملية الاستلاب ويعكس عملية الجمود والركود لدى المؤسسات الحكومية
وعدم وجود اي بوادر نحو التغيير والاصلاح المالي والاقتصادي. الوقت كلما زاد هذا الجمود وزاد المشهد العام في الضبابيه وعدم وجود اي افق نحو الاصلاح الاقتصادي، وبالتالي كل هذه المؤشرات تعطي انطباع او تعطي عدم ثقه لدى الاسواق الصرف، وتعمل على مزيد من الاضطراب في سعر الصرف وتدهور قيمه الريال اليمني وتفاقم الاثار والمشكلات الناتجه عن عمليه الانقسام النقدي في البلاد. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي الاقتصادي السيد وفيق صالح، كنت معنا. ومشاهدينا بهذا نكتفي ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من زوايا الحدث. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة زميل موسى النمراني، وهي من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.